مدينة قلميم يا كليلة شوي. أكيد سميرة وحاضر معنا ومثل لنا مدينة قلميم الشاب اللي قلت لكم أنه من الشباب يعني اللي ضاع صيتهم بالأقاليم الصحراوية واللي هو عضو فرقة اتحاد صغير للموسيقى الحسانية العصرية. كنرحبوا بك السي حسن فنيش، وكذلك كنبعث التحية ديالنا للمجموعة اللي ما كانش ممكن أنها تكون حاضرة معنا اليوم. بك وأهلا ومشكور على الاستضافة وبلغ لكم سلامي نيابة عن المجموعة كامل وساكنة قليميم والصحراء كامل. مرحبا بسلامهم. وكي خليتي قليميم بعدا؟ قليميم خليت فيها السحاب. ياك إذا الجو غائم تقريبا بحال هنايا. بحال شوية خارج السحاب تنقط شوية درك. أي والله الخريف الله يمطرنا خير إن شاء الله. يعود عام زين فلاحي إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. إذا مرحبا بك. إذا أنتم فرقة متكونة من مجموعة ديال الشباب اللي كيقدموا هذا اللون الجميل اللي إحنا بغينا نعرف أولا كيفاش أنت بديتي في في الموسيقى، كيفاش حتى انطلقتي، كيفاش كونتي المجموعة ديالك كذلك؟ في البداية كنت كنشتغل فردي في مجموعة ثانية، وكانوا معايا الإخوان كلها في مجموعة أخرى. غير جاتنا الصدفة ارتقينا في مكان كنا الفن نمارسوه، وبالضبط قرر شخص واحد فينا قالنا علاه ما نعدلوا فرقة نتحدوا. قلت له أنا ماشي مشكل نتحدوا، واتحدنا على واحد المقام قالوا مقام صغير هو مقام في المقامات الحسانية اللي في الشعر الحساني اللي كيقابلوا في الموسيقى العجمية هو الرصد. إذن اتحدنا على الفن الموسيقى ذاك في الطارق الاسم اتحاد الصغير للموسيقى الحسانية العصرية. بدأت التجربة كانت بسيطة في البداية، كانت أعراس حفلات بسيطة شوي شوي ضرق. عدنا نجدوا في الموسيقى دخلوا على آلة حديثة تطورت عصرا كانت تشد الطريق ديالها نحو الصحيح. عاد مهرجانات كوبرا شوي لين تألقنا في مهرجانات موازين، تألقنا في مهرجانات أخرين ومثلتوا المغرب أحسن تمثيل في العديد من الدول خارج المغرب كذلك. واش أنتم في البداية ديالكم كنتوا كتغنيوا التراث الحساني يعني الشعبي الأصيل، ولا بجددتوا فيه، ولا كانت أغاني ديالكم أنتم اللي كتبتوها اللي قلت لك في البداية؟ قلت لك في البداية على أنه الأغاني اللي كنا نشتغلوا عليها هي أغاني تراثية تقليدية في البداية. كنا نتغنوا في الأعراس حفلات بسيطة. دابا أعمال ديالكم دابا درك وصلنا واحد الحقب فني خاصة الإبداع الأداء ديالنا كلمات نشوفوا شاعر يعطينا كلمات كيف اللي اشتغلنا مؤخرا على كليب على مدينة قليميم باب الصحراء كلمات شاعر من المنطقة ونبلغ له التحية هو محمد بوسحاب جغاغة الأستاذ والباحث في الثقافة الحسانية والشاعر نبلغ له السلام من هون. يا غير درك نشتغلوا على أغنية يعني في الغزل مع فنانة أخرى بفضل مديرة الأعمال خديجة كاتي اللي نبلغ لها التحية ديالي، لأن مجموعة من الأعمال إن شاء الله اللي نمارسوهم ونطوروا الموسيقى الحسانية كانت توصل المستوى العالمي ان شاء الله. وهذا التطور حنا لمسناه في العديد يعني من التظاهرات، لانك انتوما من شباب من قلميم يعني كتلاقاو مع نجوم كبار اللي كتمزجوا ما بين الموسيقى ديالكم وموسيقات اخرى وايقاعات اخرى، ياك ولا لا؟ والله كيف اللي تلينا في مهرجان الرحل محمد الغزلان النسخه هذه التاليه التقينا مع فنانين من المانيا واشتغلنا معهم على ديو فوق الخشبة، وكان واخا كان شوي الارتجال ولكن كان الأداء وكانت لغة الوتر حاصل. ممتاز. ليلى كيف جا لك اللباس ديال الرجال الصحراويين؟ احنا نديرو اخوان عندكم لباس واحد تنظن في الرجال عندكم دائما هاد عندنا الدرعة وعندنا الفوقية ولكن عندكم يعني كيتشابوا تاهما بحال لا الفوقية تلبس عادي كيف بيديها قالها جبادور يا غير الطرز الحساني ده هو والثوب صحراوي. تبارك الله عليك جا معك وادك خويا تبارك الله. انتم كذلك مجموعه من الشباب اللي كونتوا جمعيه ديالكم، شنو الاهداف ديال هذه الجمعيه هذه؟ الجمعيه هو النهوض بالتراث الحساني والثقافه الحسانيه ايصالها البعد العميق في العالم ان شاء الله. هذا هو اللي نتمناه ان شاء الله. حنا غادي نوقفوا واحد اللحظات قليله ونرجع لكم للحوار ديالنا معك السي حسن من بعد ما نشاهدوا مقتطفات من الحضور ديالك في القناه الثانيه عمل ونرجع لكم للحوار ديالنا معك اذا سمحتي. يلا حتى رجع للتاريخ وضاع
احنا هذا الاسبوع كنحتفلوا بعيد المسيره الخضراء. انا عرفت بان السنه الماضيه كان عندكم احتفال كبير بمدينه قولميم، هذه السنه ايضا يعني كانت عندكم احتفالات وكانت عندكم اعمال جديده صدرتوها. فعلا صدرنا اغنيه عن الجهوي الموسع والحكم الذاتي بالمناسبه الذكرى الأربعين للمسيره الخضراء. كان تفاعل فيها مع الساكنه وساكنه مدينه قليميم بتشبتهم بالعرش العلوي المجيد، مما ادى الى التركيز على الهويه المغربيه الحسانيه للتحفيز بها اكثر ان شاء الله. ان شاء الله. انتم مجموعه من الفنانين اللي كنظن بانكم تاثرتوا بفنانين قبل منكم، شكون هما الفنانين اللي كانوا معروفين في الساحه الفنيه؟ فعلا كانوا فنانين قلميم كانوا في قلميم اصلا، اللي المنطلق الهو اللي كيف معروف زمان انه منطلق هو وادي نون. وادي نون هي منطقه قليميم، هي منطلق الفن الحساني بصفه عامه، بينما موريتان راهي الناحيه الثانيه. تالقنا بمجموعه قالها شباب واد نون، هما الاولين اللي دخلوا الموسيقى العصريه في قليميم، كانوا في السبعينات والثمانينات واشرطه ديالهم. تاثرنا بموسيقتهم، يا غير عجبتنا فرق سابهم وطورنا احنا قبضنا ذاك المزيج من عندهم، زدنا عليه تحسينات مع حكم الموسيقى ديال العالم راهي كتطور كتمزجها ان شاء الله. تحيه كبيره للاتحاد الصغير للموسيقى الحسانيه العصريه، كنتمنى لكم الاستمراريه ياك، وتجيو تقدموا لنا اعمال ديالكم مره اخرى ان شاء الله في صباحيه الجزائر بالتوفيق. انا غادي نخلي وقيله تختم لنا بشي موال ولا بشي بيت شعري ولا شي موال حبيتي. الوقت اللي نقول فيه للمشاهدين الى اللقاء غدا، غنتلاقاو معكم وغتكون معنا الدكتوره ليلى بشراس، تكلمنا عن انتفاخ او تورم القدمين، شاف هذه مقصر هادينا كره الكفته محشوه بالجبن. غادي نبقاو دائما في المحور ديالنا ديال المراه الصحراويه المغربيه في الفقره القانونيه مع السيده خديجه الروقاني. الكل والمزيد في صباحيه الدوزام، نهاركم مبروك. تفضل سيدي. دورك في التربيه، دورك في التربية فعال في بناء المجتمعات للراقية وانت يا مال واجتمعت.